السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات سحب جديد من موقع بترونكس. كنا شرحناه وعملنا منه إثبات سحب أول، والنهاردة هنعمل إثبات السحب الثاني من الموقع، وهنعمل كمان إيداع. انتصروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف الموقع بتاعنا، موقع بترونكس. ده طبعا موقع استثمار بيدينا ربح لحد 800% على الايداع، بيبتدي من 200% لحد ما يوصل ل 800%، وده في 67 ساعة عمل. هندخل دلوقتي نعمل تسجيل دخول في الموقع. طبعا الموقع فاتح لي حوالي 3 أيام أو 4 أيام، طبعا مبلغ الدفع كتيرة جدا، والودائع مبلغ كبير برضو. هندخل دلوقتي نعمل تفويض او تسجيل دخول في الموقع علشان نشوف اثبات السحب الثاني والايداع الثاني بالنسبة لنا في الموقع. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا معايا هنا 498 روبل في الموقع. هنبتدي دلوقتي على طول نعمل ايداع في الموقع او اعادة استثمار في الموقع علشان نقدر ان احنا نفتح وديعة تانية. وزي ما قلت لحضراتكم ان الميزة دي موجودة عندنا هنا. هندخل دلوقتي نعمل إعادة استثمار ونشوف هنعملها ازاي. هندخل على الودائع علشان نتأكد ان الوديعة بتاعتنا اتقفلت. هي بالفعل مقفولة زي ما حضراتكم شايفين. هنا الوديعة بتاعتنا مقفولة، وهنا هنعمل إعادة استثمار من الموقع. احنا هنختار الخطة بتاعتنا. طبعا احنا ما هنعمل إيداع ب400، فهيكون الخطة بتاعتنا هتكون الخطة التانية اللي هي 300، اعلى من 350. انا هعمل 400، دي هتديني 233% في 67 ساعة. هنعمل طبعا الخطة كده، هنجيبها هنا، والمبلغ اللي موجود معانا انا هكتب 400، وهنبتدي ان احنا ندوس استثمار. هيحول المبلغ اللي معايا برا في رصيد السحب، هيحوله لوديعة تفتح معايا دلوقتي تحت هنا. هندوس استثمار ونقول بسم الله. تمام كده، هو بدأت الخطة بتاعتنا اهي زي ما حضراتكم شايفين. الخطة بتاعتنا بدأ يوم 11 وهتنتهي يوم 14 في الشهر. ادي الخطة بتاعتنا نشطة، وادي 400 روبل اللي انا لسه عامل بيهم اعادة استثمار في الموقع. هنروح طبعا على الملف الشخصي عشان اشوف انا باقي معايا ايه. هتلاقي انا باقي معايا حوالي 98 روبل زي ما حضراتكم شايفين كده. هناخد ال 98 دي نسخ، وهنروح بيها على انتاج علشان نبتدي ان احنا نسحبهم على الباير. طبعا احنا كنا ساحبين اخر مرة لو امبارح حوالي 216. هنا هنختار الباير، وهنا هنكتب المبلغ بتاعنا كده زي ما حضراتكم شايفين. والاول هنروح على الباير عشان اشوف انا معايا قد ايه. اخر حاجة 15 روبل.
هنعمل ريفرش مع بعض، نعمل ريفرش تاني 15 روبل. هنيجي هنا وندوس انسحاب ونقول بسم الله. تمام كده، هي تأكد من رصيد محفظتك، وبالفعل هي وصلت ونزلت لي هنا هي 98 روبل على الباير. هنروح على الباير عشان نشوفها اخر حاجة الـ15. هنعمل ريفرش مع بعض، ادي وصلتنا هي 98 روبل زي ما حضراتكم شايفين، وده اثبات التاريخ اهو 98 روبل. نرجع تاني على الموقع بتاعنا علشان ناخد جولة فيه. اول حاجة عندنا في الموقع هي الاعدادات، هندخل على الاعدادات علشان نشوف المحافظ بتاعتنا كلها اللي ممكن نعمل بيها ايداع وسحب، هتلاقيها موجودة معانا هنا، وعلى رأسهم طبعا الباير وبريفكت ماني. هات بتحط المحفظة اللي انت حاببها، وبعد كده بتدوس حفظ عشان تتحفظ معاك في اي عملية سحب او ايداع. شركاء ايداع هتلاقي رابط الاحالة بتاعك زائد البانر لو انت عندك مدونة او موقع بتاخد الرموز ديت وبتبتدي تحطها في الموقع او المدونة بتاعتك، وبيظهر لك البانر زي ما انت شايف كده بتلات اشكال، واي حد هيدخل ويسجل من على البانر ده هتاخد نفس قيمة الاحالة. عندك هنا تحت هنا رابط الاحالة بتاعك، بتاخده برضو تعمله شير على مواقع التواصل الاجتماعي علشان يجيلك احالات وتبتدي الموقع ان هو يدفع لك عمولات على الناس اللي هتدخل وتسجل. عندنا هنا تاريخ، التاريخ ده هتلاقي كل المعاملات الداخلة والخارجة في الموقع بما فيها زي ما انت شايف كده السحوبات اهيت، هتلاقيها موجودة هنا. وهنا ادي الوديعة اللي لسه عاملينها بـ400 روبل، وكل المستحقات اللي بتجيلك كل 6 دقايق هتلاقيها موجودة هنا في تاريخي. الودايع دي هتلاقي الوديعة المغلقة والوديعة النشطة زي ما حضرتك شايف كده، الوديعة دي مغلقة وخلصت، وهنا الوديعة اللي لسه عاملينها نشطة. الانتاج ده السحب زي ما شفناه من شوية، وفوق هنا لو حضرتك حابب تعمل ايداع، واي حد حابب يعمل ايداع هيبتدي يعمل ايداع على مسؤوليته الشخصية. طبعا احنا عندنا في الموقع هنا 9 خطط، وكل الخطط بتاعتنا المدة بتاعتها 67 ساعة. هنشوف دلوقتي الخطة الاولى، 100 روبل بتديني 200%، 350 روبل بتديني 233%، 1000 روبل بيديني 285%، 2000 روبل بيديني 350%، 3500 روبل بيديني 420%، 5500 روبل بيديني 500%، 8000 روبل بتديني 600%، 11000 روبل بيديني 700%، 15000 روبل بيديني 800%. طبعا انت بتختار الخطة اللي حضرتك حابب ان انت تشتغل عليها، انا هختار الخطة اللي انا لسه عاملها دلوقتي. وهنشوف هنا المحفظة اللي انت حابب ان انت تدفع من عليها برضو هتبتدي تحطها، وهتيجي تحت هنا وتكتب المبلغ اللي انت هتستثمر بيه. انا هكتب المبلغ اللي انا استثمرت بيه اللي هو 400 على المدة ديت او الخطة ديت اللي هي 233. هشوف 400 روبل هيعملوا معايا قد ايه بعد 72 ساعة. 400 روبل هاخدهم 932 روبل بمعدل كل 6 دقايق روبل بوينت 36. ده بالنسبة لـ400 روبل. طب لو هنعمل 500 روبل هيديني 1165 روبل بمعدل كل 6 دقايق روبل بوينت 70. هنروح دلوقتي على اخر حاجة معانا وهي العلاوة. زي ما حضراتكم شايفين كده العلاوة ديت، لو حضرتك عندك يوتيوب بتبتدي تعمل فيديو عن الموقع ولازم يكون في ايداع او سحب عشان الموقع يدفع لك. بعد ما ترفعه على اليوتيوب بتجيب الرابط وتحطه هنا وتدوس يرسل عشان يتحقق فيه، وتاخد علشان تاخد مكافأة من 55 روبل الى 15000 روبل.
طبعا هو ما بيدفعش المبالغ دي، هو اقصى حاجة بيدفعها 100 روبل على الفيديو. هنبتدي دلوقتي نرجع تاني على الملف الشخصي، وده كان اثبات السحب التاني من الموقع بتاعنا والايداع التاني من الموقع. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.